السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم هبة حسن من جي اف اكس اكاديمي. النهاردة بنبدأ مع بعض الورشة التانية من الورش المترجمة اللي اتفقنا عليها، وبنعرف النهاردة تكنيكات جديدة في الكومبوزيتنج، تكملة برضو المهارات اللي قبل كده. وطبعا واضح جدا من نتيجتها دي ورشة ايه، ورشة Getting Started in Yook. صاحبة النتيجة اللي احنا شايفينها ديت، الورشة ديت زي ما احنا شايفين عبارة عن عمل كومبوزيت لروبوت بيعمل شوتينج بالجنب بتاعته، وبيبدأ يختفي الضوء بتاع الجن او المسدس بتاعه مع الوقت. فهنعرف النهاردة في الكومبوستينج دوت تكنيكات حلوة جدا، وفي نفس الوقت هتقدر تعرف لو قابلتك مشاكل معينة تقدر تحلها ازاي. تعالوا نبدأ الشغل مع بعض، نعمل بوز ونبدأ بواحد جديد. ندخل كده أول حاجة الستريت بتاعتنا، الأول نعلم على الفول ريندر بحيث يرندر لي مهما أعمل زوم زي ما احنا اتفقنا وعرفنا الموضوع ده قبل كده. ده كده عبارة عن الشارع اللي هيتعمل فيه الكومبوزيت. تمام، احنا كده بنعمله معاينة، بنشوف الدنيا فيها ايه. 70 فريم، ونبص على البروجكت بتاعنا، نخليه بنفس الحجم او اتش دي، فنخليها اتش دي عشان يبقوا كلهم ماشيين مع بعض اهي كده. تمام، ندخل بقى اللي خاصين بالروبوت. اولا نطلع البيوتي بتاعه، ونطلع كمان الجراوند شادو، الشادو بتاع الروبوت على الارض، ونطلع كمان الهيت اللي خاص بيه المسدس بتاعه. نركن ده كده على جنب شوية، ونبص على كل واحد من دول فيه ايه بالظبط. اول واحد عندي هنا في الريندر خاص بالروبوت نفسه، جاي فيه الفول ريندر بتاعه او البيوتي ريندر بتاعه اللي خاص بالالوان الاساسيه بتاعت الروبوت، زي ما احنا شايفين بالانيميشن بتاعه على مدار نفس التايم بتاع الجراوند بتاع او الفوتج بتاعه. طيب التاني خاص بايه؟ التاني خاص بالشادو. زي ما احنا عارفين الشادو ما بيبانش هنا اصلا، ما بيبان فين؟ تمام، جوه الالفا. فالشادو عندي بيبان بس جوه الالفا، ده الشادو اللي خاص بيه الروبوت. طيب ايه التالت؟ التالت اللي هو الجان هيل، اللي هي الحلقة بتاعت المسدس بتاعه. يعني لو بصينا احنا هنا كده بعد اذنك، هنا قرب شوية اكتر، اللي هي الحلقة دي في نفس المكان، اول ما اعمل لي كومبوزيت على بعضي هتيجي الحلقة ديت على مكانها جوه المسدس بالظبط. طيب تعالوا دلوقتي نعمل كومبوزيت للروبوت وللشادو وللهيت اللي خاصة بيه الجن، بحيث ان احنا نكمل الروبوت على بعضيه وبعد كده نجمعه وخليه يتحرك على الفوتج بتاعتنا. لو عملنا الطريقة الأساسية بتاعتنا بالميرج، نمسكها كده نبص عليهم، هنلاقي مبدئيا أول اتنين تعمل لهم كومبوزيت كويس. نظبطها كده ونرتب الدنيا أول بأول عشان ما يبقاش فيه مشاكل، أو ممكن تخليها لي من الناحية التانية هنا أحسن. طيب دلوقتي بقى انا عايزة الشادو مع البيوتي، نجمع كده بالميرج برضو. طيب ده الايه، ده هيروح فين؟ تعالوا لو انا جمعتها هنا كده، انا بالطريقة دي مش شايفة اي حاجة. لو جيت هنا على اساس ان ده الشادو هيجيلي بشكل غريب جدا، شكل خاطئ. طيب ايه الحل؟ المفروض ان الشادو جاي فوق البيوتي،
ولو انا عكست وخليت الكومبوزيت يعني عملت ده كده ديسيبل وخليت عملت الشادو في البداية ده على اساس ان لو في ناس فكرت في كده يعني وجينا كده ميرج وقلنا هنا كده بالمنظر ده ده حل تمام اني اغير في ترتيب الفوتوجات الاول انا دخلت اول حاجة عملت لها كومب الشادو اللي على الارض بعد كده الروبوت بعد كده هاجي للهيت اللي هي خاصة بالجنب بتاعتي ده حل. طب ايه الحل التاني؟ ممكن بدل ما تعمل ده كله لو حابب دي عملت مشاكل مفيش اي مشاكل تيجي عند التاني ده نشيل ده كله عشان نبقى فاهمين نتعامل مع مين هنا ونيجي نقول له بدل اوفر اندر لا كده بقت في مشكلة كبيرة اللي هي ان هي دلوقتي اندر الاتنين مع بعض يعني هي ورا كمان الفوتج دي فكده الحل التاني دوت مش هينفع معايا في هنا خالص وبالتالي بنلجأ لازم نعكسهم كده بس في الحالة ديت هقول للفوتج لو سمحت استنينا انت كده على جنب وخلينا مع دول تمام يعني كأني هجمع الرابط الأول بعد كده اروح حاطه كله مع الايه الباك جراوند فانا دلوقتي ربطت ما بين الرابط والشادو بتاعه واربطهم هما كمان مع بعضيهم بالهيت كده اهي زي ما احنا شايفين فوق تمام يبقى كده ده عبارة عن تجميع الروبوت والشادو مع بعض هنا تجميع الروبوت والشادو مع الهيت مع بعض تمام نقدر نتأكد من الحركة بتاعتها من خلال الفوتج وهو شغال بعد ما جمعت التلاتة هبدأ بقى اقول للايه للباك جراوند تعالي دلوقتي اربطك مع الروبوت كده الروبوت جاهز متكامل طبعا ناكس كده بقت الدنيا كويسة جدا تمام يبقى دي طريقة تانية للكومبوزيت ان انا لو عندي اكتر من باس طالع للموديل بتاعي بجمعهم الاول وبعد كده ببدأ ادمجهم بالباك جراوند بتاعتي نبدأ بقى نبص كويس على الشغل بتاعنا نخليه هنا 1 ونركز كده في الفوتج عشان نبدأ نعرف ايه المشاكل اللي هنبدأ في حلها مبدئيا كده نركز قوي هنلاحظ ايه هنلاحظ عند الفريمات الاخيره بعد ما بيقف بعد ما بيعمل الدوران ويقف اول مشكله عندي هي حركه الارض عن رجلين يعني هتلاحظ كده ان الرجل ثابته والارض متحركه يبقى مفيش ماتشنج في الحركه ما بين الاتنين هنا في الجزئيه دي بالذات فدي اول مشكله لازم نحلها يبقى هنلاحظ هنا ان الحركه نفسها مش متماشيه بالظبط ده رقم واحد رقم اتنين الساتوريشن بتاع بعض الاماكن هنا زي العربية الحمراء اللي هناك دي عالي قوي بالنسبة للمشهد بتاعي فاحنا عايزين نقلل من درجة اللون الكبيرة اللي هناك ديت نقللها شوية او اي حاجة عندي جوه المشهد الساتوريشن بتاعه اعلى من اللي انا عايزاه وعايز اخففه بس انا اخفف ده بس اللون الاحمر بتاع التراك اللي هناك او الشاحنة اللي هناك دي بس من غير اي حاجة تانية تالت حاجة افترض ان انت عندك هنا او تالت مشكلة ان في مثلا لوجو علامة زي مثلا اللوجو ده عندي هنا البي دي باركينج عايز اشيلها
او ان الفيديو ده على اساس دي علامة ضوئية للشركة صاحبة الفيديو عايز اخفيها وليكن، او بتلاحظ ان في بعض الفيديوهات عامل لك بلار كده على حاجة معينة بحيث ان هي ما تبانش لاي سبب، ما شخصيات اشكال لوجوهات، ازاي تعمل الحكاية ديت هنا. تاني حاجة او كده ده كام، ممكن نقول رقم 4، ان الرابط نفسه لازم يبقى فيه ماتشنج في الجريدنج بتاعته مع الفوتج. هتلاحظ ان اللون الاسود فيه او درجات الغوامق اللي فيه اعلى من المشهد. لو لاحظنا قارنا ما بين مثلا درجة السواد هنا، درجة السواد عنده هو مختلفة، مختلفة كتير. لازم نحل مشكلة زي دي. احنا خدنا فكرة قبل كده والنهاردة برضو هنمشي بنفس الطريقة عشان نثبت المعلومة اكتر. عندي كمان عايزين بقى نضيف له اكشن شوية، لان المفروض وهو بيتحرك بعد ما بينط كده بيبدأ المسدس بتاعه او الجن بتاعته بتبدأ تعمل شوتينج. الشوتينج دوت او اطلاق الفاير المفروض يبقى يعني بيديني التأثير. ازاي هستخدم الفلير في اني اطلع الشوتينج ده واعمل له سيتنج للكي علشان يدي واقعية وحركة للمشهد. دي كده كل مجمل المشاكل اللي احنا نبدأ نحلها واحدة واحدة مع بعض النهاردة. نبدأ كده بالمشكلة الاولى اللي اتكلمنا عليها اللي هي الحركة نفسها اللي مش ماشية تماما بالشكل ده. هنعمل ايه؟ مبدئيا ببساطة شديدة الفكرة ان احنا هنعمل تراك للمشهد الاصلي وناخد خطوات التراك بتاعته ونوديها للرابط علشان الجزئية. لو انا عملت كده وقلت له مشي لي مثلا من 40 ل 70 الحتة اللي تقريبا بيبان فيها مشكلة اهي، عشان ما تبانش السحبة دي، ما يبقاش ده واقف والارضية ماشية، فانا هنقل الحركة مع الروبوت بحيث الاتنين يتحركوا مع بعض. ازاي؟ نرجع كده لورا ونمسك، نرجع كامل لورا، شايفين حتى مختلفة بشكل رهيب. ناخد اي نقطة غامقة كده شوية عندي هنا زي دي مثلا، كبرها. تمام، الكلام ده فين؟ الكلام ده عندي في الباك جراوند. يبقى باجي عند الباك جراوند وهقول له خد يا سيدي تراكر، وهضيف تراك واقول للتراك تعالي لي في الحتة دي وابتدي نعمل تراك عشان يمشي ورا حركة البوينت دي بالظبط. انا لو رجعت لورا كده هي المشكلة اصلا مش بتبان غير من اول هنا، يعني انا ممكن اقف لغاية هنا عادي، بس لو حبيت كزيادة في التأكيد ممكن اخد تراك اللي قبلها بكام فريم كمان اهو كمان حتى لغاية كده كفاية. طب جميل، عملنا تراك ماشي. وبعدين عايزين بقى ننقله للروبوت. ازاي؟ الروبوت كده الميرج بتاعته دي هي سوري هنا ديت بتاعه الروبوت. يبقى اي حاجه هضيفها او هاثر بيها على الروبوت هيبقى ما بين الميرج الثانيه والميرج الاخيره اللي داخله على الفوتج. فانا عايزه نقول له بقى الحركه بتاعه التراك ازاي. هدخله كده ترانسفورم، نمسك دول كده ونيجي عند الترانسفورم نود واجي عند الحركة بتاعته
واقول له عند link to tracker 1 translates. بالحركة دي او بالشكل ده لو ما كانتش باينة، انا بقول تاني اهو، باجي هنا عند الخطة بتاعتها، كليك يمين واجي link to tracker 1 translate. ليه؟ علشان اخد الترانزليشن اللي موجود في التراكر 1 وانقله عندي جوه الترانسفورم ده. بمجرد ما اعمل كده اتنقلت الحركه بالظبط كده. بمجرد ما امشي هلاقي الحركتين ماشيين مع بعض بالظبط. طب انا عايز اشوف تيست، نعمل كده ونقول له بلاي، نبص هنا كده نشوف المشكله اتحلت ولا لا. هتلاقي بالفعل زي ما احنا شايفين المشكلة اتحلت. يبقى كده اول مشكلة عندي ما بقتش موجودة، فعلا الرابط ثابت على الارض والدنيا ماشية كويس قوي. وفي نفس الوقت هتلاحظ ان هو عمل الخط الربط ده اللي خاص باللينكينج، لينك ما بين التراكر اللي احنا عاملينه مع الترانسفورم اللي خاص بيه الرابط. طب جميل، ادي اول مشكلة اتحلت. جميل، عندي ايه كمان؟ ارجع كده، تاني حاجة عندي حكاية درجة السواد الفظيعة اللي عنده هو دي، عايزين نخففها. درجة السواد ديت انا عايزة اقصر على الروبوت كله، فممكن احط الجريدنج اللي هعمل بيه الكلام ده اما تحت الروبوت بشكل مباشر او في النهاية بعد اخر ميرج، مش هيختلف. ممكن نحطها تحتيه بشكل مباشر على طول. قبل كده في الورشة الأولانية احنا كنا اتعاملنا مع الجزئية دي او مع المشكلة ديت في الماتشنج لدرجة المناطق اللي فاتحة مع المشهد والمناطق الغامقة مع المشهد من خلال البلاك بوينت والوايت بوينت. المرة دي بقى مش هينفع معانا الموضوع ده، لان انا اللي يهمني مش بس الاسود اللي موجود جوه الرابط، لا انا بتكلم على الرؤيه العامه بتاعته، مش بس الاسود او الغوامق بس. فهو الرابط بشكل عام اغمق من المشهد بتاعي، وفي نفس الوقت حتى درجات الفتحه اللي فيه عايزه امشيها بشكل كبير، بس اللي باين اكتر الداركينج بوينتس او الاماكن اللي تحس ان هي غامقه شويه. فعشان كده هتعامل المره دي مع الليفت، هي اللي هتبدا تديني الدرجه اللي انا عايزاها. وعلشان ما تعملش بشكل مباشر بالمنظر ده، لا انا هاجي هقول له الاول زيرو عشان ارجعه زي ما كان، وهمسك البيكنج وهلاقي اكتر جزئيه غامقه، امسكها هنا مثلا نشوف 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 مثلا، اعتقد كلهم بنفس الدرجه. شايفين مقصرة عليه؟ طب دلوقتي هي مقصرة لي عليهم كلهم، انا مش عايزة الكلام ده، انا عايزة عليه هو بس، على الروبوت بس. عشان تيجي على الروبوت بس استغل الالفا بتاعتك. انت لو دخلت على الالفا هتلاقي للروبوت ده ليه الالفا بتاعته، يبقى انت خد الالفا دي وقول له نفذ الجريدنج على الالفا. يترجم الكلام ده ازاي؟ من خلال الماسك. يبقى جوه الجريد بتيجي عند الماسك وقول له طبق الكلام ده على ال RGBA.alpha كده، تشال كل حاجة وتطبق عليه هو بس. طيب ده بالنسبة لدرجات الفواتح، بس انا حاسة ان هي كانت عايزة تخف شوية عن كده كمان. ممكن كده مثلا بص عليه من بعيد، بص على الجريدنج اختلف تماما، اختلف كتير. كمان ممكن زيادة في التأكيد الفواتح، الأماكن الفاتحة اللي من فوق دي نسويها هي مايلة أكتر للأصفر،
بس ناخد منها شوية برضو. فنيجي عند الجين للأجزاء الفاتحة، وبرضو كنترول وشيفت ونسحب عينة من دي. بص هنا كده هيأثر ولا تأثير خفيف قوي يعني لو كنا ملاحظين. تمام كده، المشكلة التانية اتحلت اللي هي خاصة ب ماتشنج لدرجة الكالرز بتاعته او البلاكينج والوايتس. خلاص ماشي. عندي بعد كده الساتوريشن. تعال انت كده ساتوريشن ورا هناك ده، عايزين ناخد الجزئية دي ونقلل من درجة الحمار او اللون الاحمر بتاعها. ازاي؟ بروتو. هديله روتو كده ونبدأ كل ما تزوم عشان تظبط دنيتك اكتر. نبدأ نرسمها، حتى ممكن يبقى بشكل كروكي في الاول وبعد كده نعدل في البوينتس بعدين، مفيش مشاكل لو حبينا. انا وقعت في مشكلة نسيتها خالص، نقطة التسجيل دي. طيب عموما احنا نخلص الاول ونشوف المشكلة دي نحلها ازاي. سوري، ناخد الجزئية دي كمان. ده كده علي. طبعا الروتو ليه دور كبير قوي 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 في الشغل بتاعنا اصلا، مش في الورشة دي، انا بتكلم عموما، خصوصا ان شاء الله في الورش اللي جاية اللي بعد كده اللي خاصة بيه، ازاي تعمل ماسكينج او ازاي تفصل جزء معين عن مشهد. احنا اخدنا منه نبذة صغيرة في تراك قبل كده، بس هناخد فيه ورش بقى بشكل احترافي اكتر، وفي نفس الوقت ناخد فيه فكرة اعمق من كده. نبدأ نظبط الدنيا فيه كده. بشكل سريع، طيب انا بقى عايز اشيل الكي دي، اشيلها ازاي؟ وانا واقف عليها اقول له دي الكي، وهقف عند اول فريم اتاكد ان الدنيا عندي متظبطه. شايفين هي دي المشكله، ان مع التسجيل بيتحرك معايا كل بوينت احنا رسمينها قبل كده، فنحددهم كلهم ونبدا نحركها شويه كده. نحدد كمان اللي هناك، نبدأ نحركها برضو شوية كده، نظبط الدنيا عندي. هي مش بيرفكت قوي بس يعني ممكن تقضي الغرض اللي احنا عايزينه. ماشي، بعد ما وقفنا عند اول فريم وظبطنا الى حد ما الروتو، تمام، عايزين يتحرك بالظبط عند نفس المكان. دلوقتي احنا عملنا كيلي، بنقف عند اخر فريم وعايزة اخفي الروبوت بعد اذنك يعني دقيقتين كده، ونحددهم كلهم مرة واحدة و اسحبه لورا. زوم بقى لو في بوينت مثلا ما جاتش في مكانها السليم زي دي، ممكن نقرب ديت شوية كده وناخد كمان البوينت ديت. لما نمشي معايا خطوة خطوة نلاقي ديت بعدت عن تراك شوية، نقربها. احاول ان انا ما بعيدش او اقرب من البيكسلز اللي خاصة بيه التراك، بس عشان اي افكت اضيفه او اعمله ما اثرش على الفوتج او ما يطلعش بره الشيء اللي انا عايز الافكت يجي عليه اللي هو التراك بتاعتي. تمام،
تمام، نقرب دي كمان من هنا. في كمان هنا طلعت خالص، بعدت قوي. وهنا ممكن نحددها ونسحب الكي بتاعه ونعدلها بحيث تبقى الدنيا مظبوطة عندي. ممكن في الحتة دي اضيف بوينت تانية بحيث تديني الانحناء اللي انا كنت عايزاه. تمام كده، لما اجي امشي هلاقيها بدأت تبقى ماشية معايا كويس قوي. طيب دلوقتي بقى، بعد ما رسمناها نشيله كده. دلوقتي انا عايزة اعمل ايه؟ عايزة اخفف الساتوريشن بتاعها. ازاي الكلام ده؟ بالجريدنج. ادي الفوتج، اديله جريد ونخفف الساتوريشن. سوري لا مش الجريد، سوري الكالر كوركشن، ونخفف الساتوريشن بتاعها. طب في مشكلة رهيبة، ان الموضوع ده مش حاصل بس على العربية، ده بيحصل للمشهد كله. يعني انا بالمنظر ده ما استفدتش حاجة بالماسك بتاعي. لا، ما انت علشان تستفيد بيه استخدمه هنا كماسك. لكن خلي بالك انا مش بسحب من الروتو للكالر كوركشن، انت كده ما عملتش حاجة. انت كأنك بتقول يا روتو خد الكالر ماسك، احنا مش عايزين كده، احنا عايزين العكس. لاحظ الفرق، انا عايز اخد ماسك من الكالر كوركشن على الروتو. كده كل شيء اختلف تماما. بص نلاحظ الفرق اهو، الالوان تحس ان هي داخله على الجراي، مجرد ما ادخلها على الروتو بترجع كل حاجه لطبيعتها، واللي بيتاثر بس التراك البعيده. طبعا بيبان التاثير ده باخفاء واظهار الروتو بتاعتي. حلو كده، خففت قوي من تاثير التراك. طبعا اقدر العب فيها زي ما انا عايزه لو حبيت. تمام، وعالجت المشكلة التانية بتاعتنا. طيب افترض دلوقتي ان عندك في المشهد بتاعك كلام زي كده، او لوجو زي بي باركينج مثلا. ده مش لوجو يعتبر، بس هنعتبره هنتعامل معاه كأنه لوجو. عايز تخفيه ازاي؟ ازاي نخفي حاجة من الفوتج بتاعتنا لأي سبب؟ يعني مش نخفيها بالمعنى المظبوط، بس نديها عدم وضوح، تشويه خفيف. باجي من البداية، وبرضو انا كل شغلي ده على الفوتج الاصلية. فتحتيها هديله روتو بنت، فاكرين الروتو بنت بتاعتنا، وهبدأ هستخدم له بلر. تمام، ونقرب قوي 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 اللي احنا عايزينه. تمام، ممكن نكبر الحجم لو عايزين زي ما احنا عايزين. ونبدأ بقى، بس مجرد ما اضغط ما اشيلش ايدي من على الماوس، هفضل اضغط كده لغاية ما اخبي الكلمة كلها، ولو وليكن مثلا بشكل حرف ايه، بشكل داير، واسيب ايدي كده. التأثير ده كله على البلار اللي احنا شايفينه قدامنا. ممكن تعملها في اكتر من واحده، بس ما فيش داعي، يعني عشان كمان النوت بتاعتنا ما تتقلش من كتر الايه، من كتر الليارات اللي عندها. فكده انا عملت عليها بلر. طيب تعالى نمشي كده، اختفت، انت كده ما عملتش حاجه غريبه. ليه ظهر عند اول فريم مش ظهر في الباقي؟ ظهر عند اول فريم بس لان انت قايل للروتو بنت اظهرها لي عند اول فريم بس. نغير كلامنا ده ازاي؟ باجي هنا عند التاب اللي خاصة باللايف تايم، واقول له مش سنجل فريم، اول فريمز، خليها لي كده في كل الفريمز. والاختصارات اللي احنا شايفينها دي هي اختصار لكل واحد من دول، نفس الكلام هو هو. فبالشكل ده كل ما اجي امشي هلاقيه بيتحرك معايا للاخر. احيانا لما تيجي مثلا عند اخر فريم تلاقيه بعد شوية عن مكانه، هل ملهاش حل؟ مفيش
مفيش حاجة ملهاش حل، بسيطة جدا. تيجي عند الترانسفورم بتاعه برضو وتحركه زي ما انت عايز كده، وزي ما احنا شايفين بيتعمل تسجيل لكل حاجة، انت مش لسه هتعمل كينج، هو بيسجل كل حاجة لوحدي. فما اجي كده عند روتو باند، شيل ايدي وبص عند اول فريم وامشي لاخر فريم عشان اشوف هيبعد عن اللوجو ولا لا. احنا بنتعامل مع باركينج على انه لوجو، فنفترض مثلا عايزين نخفي اللوجو تماما، زي ما احنا شايفين كده مش باين منه اي تأثير لحد النهاية. تمام كده حققنا اللي احنا عايزينه فيما يختص بالمشكلة دي. وبنفس الطريقة تقدر تعالج برضو الكتابة اللي زي كده، او اي حاجة عايز تخفيها، زي ما بيظهر في بعض المشاهد في اخفاء بعض ملامح الممثلين او بعض الناس في بعض البرامج. تمام كده عالجنا مع بعض كام مشكلة، تعالوا مع بعض بقى نكمل شغلنا في اننا ازاي نضيف لينس فلير ونعمل لها حركة موشن عندي هنا. طبعا احنا اصلا اتكلمنا عن الموضوع ده باستفاضة كبيرة قبل كده، فما اعتقدش ان احنا هناخد فيه وقت كبير في الفليرينج، بس نضيفه فين ونسجله حركة ازاي ويديله شكل جميل ازاي، ده اللي هنعرفه في المحاضرة اللي جاية.